الأمن القضائي موضوع جدا مهم. هناك جهات معنية غير ممتلكات معنية بالأمن القضائي، ولكن أيضا ممتلكات لها دور في المساهمة في أهداف الحكومة. مثل ما تعرف الموضوع موضوع معقد جدا، بدأ في 2005 أو 2015 عند وزارة الأشغال البلديات، انتقل في نهاية 2017 حق ممتلكات من غير أي دراسة، يقول لهم أخذوا الموضوع من غير أي دراسة جدوى at that time. فالله يسلمك، أنت تدري مثل ما قلت وشفت له الظروف السياسية والأمنية اللي صارت والتكرر ومستمرة إلى الآن في البلد الشقيق، وأيضا جائحة كورونا، بالإضافة إلى هناك مشاكل لوجستية حقيقية في الأرض. ترى الأرض بمساحتها، الأرض بصلاحياتها، بإمكانية الوصول إليها، والجماعة حسب اللي فهمت أنا الفنيين أن هناك مشاكل عديدة قاعدين يدرسون، يا أما يتمون فيها الأرض أو أن ينتقلون حق أرض ثانية. لكن الموضوع في ناس قاعدين يجتهدون عليه، لكن ايضا ما تقدر تتقدم الا اذا كانت الظروف كلها مهيئه بحيث انه يكون امن قضائي ولكن ايضا مجدي مالي، وليس يكبد الحكومه خسائر ماليه. انا اكد لك ان الاخوان في ممتلكات راح ياخذون قرارهم باسرع وقت على هذا المشروع، وان شاء الله يعني الفائده منه تتحقق، سواء كانت في المكان نفسه او مكان ثاني او في البحرين. شكرا جزيلا.